هل ترغبون في الرسم والحصول على جوائز رائعة؟ هل تعتقدون أن هذا مستحيل؟ إذن شاهدوا تحدينا الجديد، من يرسم أفضل يحصل على جائزة من رابابا. أولا، أنتم هنا بالفعل؟ هذه جائزتنا، توقف عن الأكل. أسف، إليكم واحدا جديدا. واو، رائع. هل أنتم مستعدون للتنافس على الكيتكات؟ إذن ابدأوا. سأرسم الأفضل وسأفوز. لكن لماذا ليس لدي اللون البني؟ الرفاق يعملون بجد. لدي فكرة، سأخلط الطلاء مع بعضه البعض. لا، ليس هذا، لا يعمل. فكرة، أين ذهبت؟ لا أعلم. هذا ما أحتاج. من يوجد هنا؟ لا أحد. حصلت على اللون المناسب. لا تلهينا عن العمل. هذا مثالي، سيكون نسخة طبق الأصل من الكيت كات. واو، عمل بيتر ليس سيئا أيضا. وفيفيان تقوم بعمل رائع. لابد لي من الفوز. فكرة، بيتر، مثالي. فيفيان، لماذا ناديتيني؟ لم أناديك. لا، رسمي. ماذا يجب أن أقوم به؟ فكرة، سأجفف الطلاء. لا، رسمي. بيتر، لقد خربت كل شيء. خذ هذا. انتهى الوقت، اعرضوا رسومكم. جوليا، هذا رسم رهيب. لقد حاولت بجد. بيتر، هذا فشل. لا، فيفيان، توقعت المزيد منك. بيتر كان في طريقي. من ربح؟ واو، رائع. ماذا؟ إلى أين تنظرون؟ واو، لقد ذهب الطلاء. رائع، ليس سيئا. ممتاز، الجائزة تذهب لك. واو، أخيرا سأجربها. شاركنا بقطعة واحدة فقط. وأنا؟ تفضلوا، أنا أحب الكيت كات. أتساءل، ما هي الجائزة؟ الجائزة هي كلب. تعال إلي. أرسموا رسومكم أو لا، ابدأوا. لطالما حلمت بالكلب، لذلك سأفوز. من أين سأبدأ؟ فكرة، هذا سوف يعطيني نسخة طبق الأصل. أتمنى أن أفوز. واو، بيتر رائع جدا وبارع. لابد لي من الالتفاف حوله. فكرة، ماذا؟ من أين يأتي الضوء؟ كم هذا مشرق، لقد أعماني. جوليا، توقفي. رسمتك. ماذا عنها؟ أنا لا أرى بعيني. رعب، أصبت بالعمى. هذا كله بسببك. فكرة، أين ذهب الضوء؟ لقد صدقتي. كنت خائفة جدا. انتهى الأمر. ما هذا بيتر؟ آسفة بالصدفة. انتهى الوقت، نحن جاهزون لمشاهدة رسومكم. رائع جوليا، هذا رسم لطيف جدا. شكرا، حاولت. بيتر، هذا فظيع. لا تنظر هناك يا صديقي. فيفيان، توقعت منك المزيد. ما هو الخطأ؟ تعال إلي يا حبيبي، إنهم فنانين متوسطي المستوى. من ربح؟
لا أحد، لا نعطيه لأي أحد. ليس عادلا. من يريد سكيتلز؟ وإذا كان الأمر كذلك، هذا يستحق القتال من أجله. يجب أن يكون لي. فلتبدأوا إذن، انطلقوا. في غضون ذلك أنا سوف أحرز جائزتكم. قفوا، أين قلم التلوين الأخضر؟ بيتر، هل يمكنني استعارة القلم منك؟ لا، هذه أقلامي، ارسمي بنفسك. حسناً حسناً، فكرة. انظر، هناك طائر. أين؟ خطة مثالية. الآن لدي اللون الذي أريده. لا يوجد طائر. الآن سأرسم رسماً جميلاً. ماذا؟ لماذا ليس لدي أحمر؟ أصفر ما أحتاجه. أوه، لا يعمل. لماذا كل أقلامي هي أقلام الرصاص فقط؟ الشيء الرئيسي في الرسوم هي النسب المثالية. فيفيان، هل يمكنني استعارة قلم تلوين منك؟ لا، لا تشتتني. أنا بحاجة لفعل شيء ما أو سأخسر. فكرة. لن تمانع الفتيات إذا أفسدت قمصانهم قليلاً. إنها غلطتهم، لقد تركوني بدون أقلام تلوين. جوليا، ماذا؟ قميصك؟ هل هذه طبعة جديدة؟ أو لا، انظري إلى خاصتك. من فعل ذلك؟ إنه بيتر، لا يمكنك أن تفلت من العقاب. ساعدوني. انتهى الوقت، أظهروا أعمالكم. أها، ماذا فعلتم بي؟ ما رأيك برسمتي؟ جيدة، وخاصتي مرعبة. انظر، هل فزت؟ بالتأكيد، هذا هو أفضل عمل. هاي، أنا سعيدة للغاية. خذي. أين هي؟ واو، هذه هي المزحة. أولا، السكيتلز، أنا أحب ذلك. ما رأيكم بالجائزة؟ حسناً، هذه هي. سوف نصلح الأمر قليلاً. واو، ابدأوا. لابد لي من الفوز. المركز الأول لي، لابد لي من الحصول عليه. أني لن تشعر بالملل. ليس لدي سوى عين مطاطية واحدة، هذا ليس عادلا. أعتقد أنني مزقتها. كم أنت خرقاء. توقف عن الضحك، خذ هذا، تستحق ذلك. هل تعتقدي أنك ستفلتي من العقاب؟ دعونا نرى كم ستحبين مقلبي. يبدو بالفعل مخيف، يبقى أن أخذ عين جوليا. ما الأمر يا بيتر؟ هل هذه حقا عينك؟ فظيعة. ما هذا؟ واو، يا لها من ضربة. لقد اختفت العين، ساعدوني، لا أستطيع التنفس. نحن بحاجة لإنقاذها، دعيني أضربك على ظهرك. يا له من فيلم مدهش. ماذا سيحدث الآن؟ عين، من أين أتت؟ مقرف. هذا ممتع. حان الوقت لتناول بعض الطعام. حشوة لذيذة بالداخل، سأكون سعيدة لو أكلت 10 عيون أخرى. حان دوري الآن، سأخذ هذه وهذه وهذه. يا له من لذيذ، أنا أريد أكثر. آسف، ولكن هذه لي. إنها لذيذة حقا، طعم مربى البرتقال لذيذ فعلا.
شاركنا معك. حسناً من فضلك. فات الأوان، لم يتبقى شيء. أوه، ما هذا؟ لدي عيون جديدة. هناك شيء خاطئ معك. الفلفل ليس الخيار الأفضل. أنت محظوظة، انظري إلى جزئي. واو، إيثان حصل على أكثر شيء. أنا حقا لا أشعر برغبة في تجربته. يمكن أن تكون العواقب وخيمة. يبدو أن كل شيء على ما يرام. ربما كنت خائفة عبثا. واو، لم أعتقد أنك ستحبيه. أنا أحترق، لا يجب أن أكل هكذا كثيرا. إنها ساخنة مثل المقلاة، من الجيد أن لدي ماء. هذا يكفي يا إيثان، يكفي. الآن أنت يا إما. على الرغم من أنني أحب اللون الأحمر، إلا أنني لا أحب هذا الفلفل على الإطلاق. آمل ألا يكون حارا جدا. لا مشكلة، يمكنني التعامل معه. سأحاول القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. لا أعتقد أنك ستنجحين. هذا كل شيء، لقد أوشكت على الانتهاء. المزيد من الفلفل، من أين أتوا؟ إيثان، أعتقد أنه أنت، خذه بعيدا. أوه، هذا مؤلم. تستحق ذلك يا إيثان. أوه، يبدو أن الأمر قد بدأ. أنا سأنفجر. أحتاج إلى سد أذني وأنفي وفمي. لن يساعد، لدي مطفأة حريق. إذن خذي فيفيان. شكرا إيثان، حان دورك الآن. ليس هذا، كنت آمل ألا تأتي هذه اللحظة. لا تحاول الهرب، عليك أن تفعل ذلك. حسنا، وألا فلن تتركوني وشأني. سوف أقدم القليل من كل فلفل. إنه يبدأ. أين أنا؟ واو، يبدو أنه يطير مباشرة إلى الفضاء. سأحاول إلقاء نظرة أفضل. واو، هذا رائع. أريد أعلى من ذلك. من الجيد أنه تبقى لدي فلفل واحد. مذهل. أنتم خاسرون، لديكم حفنة من الليمون ولدي واحدة فقط. لماذا أفعل ذلك؟ هذا هو القدر، اسمحوا لي أن أبدأ. كم هذا قاسي، لا يمكنني أن أتناول قضمة. يبدو أنه يجب علي حشو الليمونة كلها في فمي. هذا لا يعمل أيضا. عليك اللعنة، الآن سأتعامل معك. أوه، لقد رششت العصير في عيني، لا أستطيع أن أرى شيئا. إيثان، ليس لدي وقت للتعامل مع هذا، لابد لي من إنهاء الليمونة. هيا، أنت الآن. لماذا أنا؟ الأفضل إما. لست مستعدة لكسر أسناني. أفضل أن آخذ سكينا. ماذا تفعلين بها؟ قمت بتقطيعها إلى شرائح، سيكون من الآن سبب تناولها. حسنا، لقد نجح. انظروا كم هي جميلة. لما نعمل تجربتها الآن، هيا بنا نبدأ. كم هي لاذعة، لابد لي من التمسك. أوه، وجهي متشنج، أريد أن ينتهي ذلك حالا، أنا بحاجة إلى الإسراع. حسنا، لقد سالت الماسكرة، لقد انتهيت، هذه آخر قطعة. خذي المناديل يا إما. شكرا لك، هم مفيدون لي الآن. خذ إيثان، بالمناسبة أنت الآن. أتذكر ذلك على أي حال، سوف أتخلص من هذا الليمون. خذ هذا. كن حذرا يا إيثان. لست بحاجة إلى السيف بعد الآن، سأستخدم العصارة. أنا بحاجة إلى العصير، من الواضح أن القشور لا لزوم لها. هاي، أين الجميع؟ أوبس، يبدو أن ذلك كان محرجا. إيثان، كن حذرا من فضلك، لقد أسقطتنا أرضا. كل شيء جاهز، يبقى فقط أن أصبه في الكوب. يبدو جيدا جدا، حان وقت التذوق. يا إلهي، كم هو حامض. أردت أن أقول أنه لذيذ جدا. واو، غير متوقع، هل يمكننا تجربته؟ بالطبع، لا أشعر بالأسف على أصدقائي، تفضلوا. برأيي هذا ليس لذيذ على الإطلاق، إنه حامض. لم يكن من الصعب خداعكم، لقد وقعتم على الفور في حيلتي. ها
هذا رائع. حسناً إيثان، خذ هذا. حسناً. كيت كات واحدة. محزن. لدي حصة كبيرة. أنا سعيدة. هذه أشياء صغيرة مقارنة بخاصتي. ألقوا نظرة. يا رفاق، اسمحوا لي أنا أبدأ. أنا بحاجة للتخلص من هذه العبوة في أسرع وقت ممكن. هذا لا لزوم له. كوني حذرة فيفيان. أوه، يا لها من رائحة إلهية. كلي حالاً. لا تقلق، يمكنني التعامل معها في بضع ثوان. الآن إيما. أحتاج إلى الاستعداد. سأرتدي مريولي وأزيل العبوة. واو، كيف فعلت ذلك؟ ستكون الشوكة والسكين في متناول اليد أيضاً. فلنبدأ. أنا فقط لا أستطيع قطعها. إلى الجحيم مع كل هذا. سوف أكل بيدي. اتضح أنه أكثر ملائمة وأسرع. لا أستطيع التوقف. أحتاج إلى المزيد من الشوكولاتة. هل قررتم سرقة الشوكولاتة خاصتي؟ حسناً، أعيدوها. لا تقفوا بيني وبين الشوكولاتة مرة أخرى. إنه دوري أخيراً. لدي فكرة رائعة. سأبني برجاً من القضبان. اتضح أنه رائع. واو، كم هو طويل. قمت بأفضل ما عندي. بقي القليل. آسفة إيثان، لا نستطيع التوقف. سحب شد. أو لا، أنا أسقط والبرج كذلك. أهلا بعودتك، هل أنت بخير؟ أنا على ما يرام، الخوذة أنقذتني. لقد انتهى التحدي اللذيذ والممتع. هذا يعني شيئا واحدا فقط، لقد حان الوقت للمشاهد المضحكة. مشاهدة سعيدة وإلى اللقاء.